الإيطالي وملعوبة هدف التعادل. سلطان الطوقي، سلطان جول جول. ممكن تكون كرة خطرة للقادسية وملعوبة بالجول، خطرة للقادسية والطوقي، وبالفعل كرة حلوة مرفوعة وسجل الطوقي هدفه في الدقيقة 7. سلطان الطوقي لاعب كرة قدم عماني سابق من مواليد 2 يناير لعام 1984. بدأ مشواره مع نادي مسقط، لكنه حظي بشهرة كبيرة عند انتقاله للعب في الكويت مع فريق نادي القادسية موسم 2005-2006، وفي الموسم الذي يليه انتقل لنادي السلمية. سلطان الطوقي حقق العديد من الإنجازات في مسيرته، لكن الأبرز كان لقب دورة كأس الخليج 19 مع المنتخب العماني عام 2009. في البداية خلونا نعرف وين كانت نشأة سلطان الطوقي. طفولتي طبعا كانت في ولاية المضيبي بالمنطقة الشرقية في عمان. تقريبا الطفولة نشأت هناك، ولمدة حتى السنة الدراسية كملتها كامل، يعني لمدة 12 سنة. بعدها انتقلت إلى محافظة مسقط. تتذكر دائما يعني البيت، وتتذكر الأهل، بالإضافة إلى الأصدقاء اللي بدأت فيها المشوار. يعني لما مارست الكرة أصدقاء الدراسة، تعرف ان 12 سنة دراسية في ولاية المضيبي تعني للكثير، يعني مجموعة من الأصدقاء والأصحاب، ذكريات كثيرة يعني. وعن بداياته مع كرة القدم قال: إيه نعم، بدايتي مشابهة لبدايتي لاعب في عمان. يعني بلشنا من الحواري في فريق، يعني فريق صغير كان يدعى فريق النجوم في المنطقة اللي ساكن فيها أنا. بعدها طبعا انتقلت إلى نادي فنجة مرحلة الناشئين، وكملت في نادي فنجة لحد ما وصلت للفريق الأول. يعني طبعا لحد ما وصلت الفريق الأول بفترة هذه في نادي فنجة، درج في المنتخبات الوطنية، مثلت منتخب ناشئين بالإضافة إلى منتخب الشباب. بعد بطولة كأس صداقة على مستوى فئة الشباب انتقلت إلى نادي مسقط يعني. ومن ثم بعد نادي مسقط تم اختيار المنتخب الأولمبي، وكملت الرحلة لحد المنتخب الأول يعني. المنتخب الأول انضميت في عام 2005. رحلة سلطان الاحترافية كانت مليئة بالمحطات، اختصرها لنا في الآتي. تغيرت القوانين بالنسبة للاعب الخليجي، أصبح اللاعب الخليجي مواطن يعتبر، يعني حق لأي نادي أن ينتدب 2 لعيبة من دول الخليج يستفيد منهم. فطبعا احنا الفترة هذه كانت فترة بالنسبة لنا ذهبية للمنتخب العماني، أغلب المجموعة اللي كانت موجودة سنحت لها الفرصة أن تطلع وتلعب في. طبعا جاني عرض بعد بطولة غرب آسيا في الدوحة، جاني عرض يعني تقريبا في البداية كان مش رسمي من نادي القادسية، على أساس أني أجي وأعمل تجربة في نادي القادسية، ومن ثم يتم تقييم التجربة على أساس هل ممكن بعدها تسجل في النادي ويتم اختياري. فقبلت هذا التحدي، أكون صريح معاك، يعني الحمد لله رب العالمين. جيت وقعدت تقريبا لمدة أسبوع، كانت تحت إشراف المدرب القدير محمد إبراهيم، ومن بعدها تم اختياري أساس أن أنضم في نادي القادسية. تجربة جديدة بالنسبة لنا إحنا كلاعبين، خاصة مثل ما تكلمت سابقا، يعني تجربة جديدة هو موضوع الاحتراف، أنك تطلع برا بلدك وتمثل نادي آخر، بالإضافة أنت عارف يعني أنك تمثل نادي كبير بحجم نادي القادسية، قاعدة جماهيرية، وبالإضافة إلى تحدي جديد. فالحمد لله رب العالمين، بالنسبة لنا كانت نقلة نوعية للاعبين العمانيين. بعد موسم انتقلت لنادي السالمية، يعني بعد انتهاء الموسم مع نادي القادسية جلست مع الإدارة. الحمد لله بالنسبة لي شخصيا كان موسم جيد، استفدت منه أشياء كثيرة، يعني احتكاك أكثر، لعبنا على مستوى بطولات خارجية، بالإضافة إلى كان في بالنسبة لي يحمل ذكريات كثيرة يعني. يعني الأمانة القادسية يعني كان فريق يعني تقريبا مدجج بالنجوم، نجوم على مستوى
اللي يمثلوا المنتخب الكويتي، بالإضافة مثل ما ذكرت سابقا يعني القاعدة الجماهيرية اللي تبتع فيها النادي صارت بين علاقة كبيرة مع الجمهور القدساوي، بالإضافة إلى الأخوان اللاعبين، ولحد الحين أحتفظ بهذه العلاقات للأمانة يعني بيننا التواصل دائم. بس أن بعد موسم تعرف دائما بعد نهاية كل موسم اللاعب يكون في جلسة خاصة مع الجانب الإداري اللي هو يمثل النادي، بس للأسف ما مثل ما تقول يعني ما كان في اتفاق على تجديد العقد، النية كانت موجودة بالنسبة لي، بس للأسف دخلنا في أمور أخرى يعني حالة أن أجدد العقد، وكان عندي عرض رسمي من نادي السالمية، فما ترددت أن أنتقل نادي السالمية في تجربة جديدة بالنسبة لي. بعدها نعم انتقلت إلى الدوري القطري مع نادي الشمال، نفس الشيء الطموح الحمد لله رب العالمين كان بالنسبة لنا يعني الواحد، يمكن في الفترة هذه دولة قطر قامت باستقطاب نجوم على مستوى عالميين، فكان الواحد عنده هدف معين أو إنه يقول ممكن أخذ تجربة جديدة في قطر، والكل عارف إن دوري قطري دوري احتراف كامل احتكاك على مستوى أكبر. فبعد تجربتي مع السالمية جاني عرض رسمي من نادي الشمال، ففضلت إنه فرصة بالنسبة لي إن أخذ تجربة جديدة في الدوري القطري، وانتقلت إلى نادي الشمال القطري. سلطان الطوقي شارك أول مرة مع منتخب عمان في دورة الخليج في بطولة خليجي 18، واللي قال عنها البطولة هذه كانت بالنسبة لي بداية، طبعا أنا كان المفروض أن أشارك في البطولة اللي قبلها في خليجي 17، بس للأسف تعرضت لإصابة بعدتني عن المنتخب، بعد الحمد لله رجعت مرة ثانية وتم اختياري أن أمثل المنتخب في هذه البطولة. البطولة الأمانة كانت مميزة بالنسبة لنا كمستوى المنتخب العماني، لكن قد يكون يمكن نفس الشيء ما حالفنا الحظ فيها ان ناخذ البطوله، تعرف الفريق وصل الى المباراه النهائيه والاداء كان جيد، وقعنا في مجموعه ما كانت سهله مع البلد المستضيف المنتخب الاماراتي بالاضافه الى المنتخب الكويتي الشقيق والمنتخب اليمني، استطعنا في اول مباراه الفوز على المنتخب الاماراتي نتيجه 2-1، نفس الشيء بعدها لعبنا مع المنتخب الكويتي مباراه صعبه ونفس الشيء توفقنا وفزنا بالمباراه، وكذلك كملنا 9 نقاط وفوزنا على المنتخب اليمني. صعدنا للمربع الذهبي لعبنا مع المنتخب البحريني، المباراة كانت صعبة كثير، استطعنا فيها الفوز بنتيجة 1-0. بعدها واجهنا الفريق اللي هو مستضيف البطولة المنتخب الإماراتي، المباراة كانت صعبة يعني تعرف بالنسبة لنا كان الإحباط موجود، إن أساس كان عندنا هدف إن المجموعة هذه نقدر ناخذ اللقب بعد خسارة الفريق لخليجي 17 بالدوحة ضربة الجزاء منتخب القطري، خسرنا 1-0. بالنسبة لنا النهائي كان للأمانة مؤثر كثير يعني لنا كلاعبين، يعني كان الحزن مخيم على المجموعة وعلى الفريق وحتى على الجماهير العمانية بصفة عامة يعني.